علينا هذه الأفراح إن شاء الله. طبعا لا نزال معكم وهذه التغطية الخاصة بالأعياد الوطنية، هذه المناسبة التي تشكل فخر واعتزاز لجميع أبناء هذا الوطن، نذكر فيها أبنائنا وبناتنا بقصة كفاح وانتماء لترسيخها في نفوسهم وتعريفهم بأمجاد وطننا الغالي وإطلاعهم على مختلف مراحل بنائه وما وصل إليه اليوم من نهضة تنموية وتماسك نسيجه المجتمعي ولحمته الوطنية في ظل قيادة رشيدة تقودهم للأمام والصدارة دائما. نعم مشاهدينا، حول هذا الاحتفال بالعيد الوطني 61 يسعدنا أن ننضم إلينا في الاستديو المحلل السياسي الأستاذ حسين عبد الرحمن. أستاذ حسين صباحك الله بالخير. صباح الخير وكل عام أنتم بخير في هذه الأعياد الوطنية. صباح الخير أختنا. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أستاذ حسين، يعني بعد غياب سنتين بسبب الجائحة، نعم، وعن كيف ترى احتفالاتنا اليوم بالوطنية؟ شوف أخوي منصور، سؤال يعني ثقيل ترى إجابته صعبة بعد بعض الأوقات، وهو أن إحنا بالكويت احتفالاتنا مميزة، وشعور الإنسان تجاه هذه الاحتفالات يعني شعور غريب وشعور يعني واقع. خليني أقول لك شغلة، في حد من الدولة جبرنا إحنا نرفع أعلام على بيوتنا؟ في هلية تعميم إن ننشر البيوت؟ ليش هذا الأب يأخذ أولاده يروح الماركية يشتري لهم أعلام؟ شنو يعني شنو اللي صاير عند هذا الأب؟ غير هذا الحب لهالبلد، غير التقدير لهالبلد، يعني الأب لما يأخذ ولده يوديه إلى محلات يشترون أعلام الكويت وعشان يرفعونها، قاعد يعني يكرس فيهم ثقافة جميلة جدا، وهذه الثقافة اللي نقول فيها إحنا بالكويت ما حد طلب منا، ما في أمر إن نرفع العلم سواء المؤسسات، لكن كمواطنين نقوم بذاتنا، عندنا شعور ذاتي، وخاصة إحنا إن الاحتفالين مع بعض، هذا احتفال 61 أنا أسميه احتفال الدستور واحتفال التحرير، بالتالي إحنا عندنا شيئين مهمين جدا مندمجون مع بعض وهو الدستور والتحرير الوطن كامل، وبالتالي لا نستغرب على هالمواطنين اللي يعني يحتفلون وكذا. بالمناسبة قرار وزارة الداخلية بأنهم يطلقون صراح المسيرات المنظمة وتكون موجود هو قرار سليم، أنا أعيد القرار لسبب واحد، خلي الناس تنطلق مدام بالسيارة قاعدين، خلي يشوف أولاده يشوف اللي يشوفون البلد يشوفون معالم البلد. إحنا أهم شيء أنا عندي إنه يكرس ثقافة لدى الإنسان بانتماء لهذا البلد بحبه لهذا البلد وتقدير لهالبلد. نعم طبعا مثل ما تفضلت إذا أستاذ حسين، يعني لا شعوريا هو ندري أن موسم الأعياد وهذه الموسم تبعث فينا نوع من الفرحة، يعني نقدر نعم. نقول في نوع من الإحساس بالانتماء والولاء لهذا الوطن. الفرحة مثل ما تفضلت إذا نعبر عنها بهذه الطرق اللي تعودنا عليها يمكن من وإحنا صغار. لكن خلينا نعود، قبل شوي طلعت معنا زميلتنا منائر القلافي توضيح لهذه المناسبة وطبعا أكيد الاحتفال بالأعياد الوطنية تفاصيل فترة الاستقلال، خلينا نوضح هذه الفترة وشلون تطورت هذه الملامح إلى الملامح اللي نشوفها احنا اليوم بالكويت. يعني كان حقيقة المؤسسين والجيل القديم ركزوا على أن الدولة لا يمكن أن تقوم ولا يمكن أن أساسيات الدولة إلا بوجود قوانين ودستور، وبالتالي هذا الدستور اللي سعوا إلى المؤسسين إلى إطلاقه وهذا هذا دستور عجيب 1961 يومها صدر هذا الدستور، 62 عمل فيه هذا الدستور. شو قاعد يقول؟ حرية البحث العلمي، حق السكن، حق العمل، حقوق وواجبات أعطانا إياه يعني سابقين الأجيال السابقين، يعني صحيح هي وضع 61 لكن لما تيجي تشوفين بنود هذا الدستور تشوفين الحريات ونظم الملكية، نظم حتى غطى كافة جوانب كل جوانب، حتى الرسائل، حرية يعني حرمة الرسائل، حرمة المنازل، وضع قواعد للدولة، وبالتالي احنا انطلقنا من هذه الفترة إلى بناء دولة الكويت اللي هو ما بعد الاستقلال، ومشينا فيها إلى أن وصلنا إلى هذه المرة. وبالتالي كانت فترة كان في رجال دولة كانوا يعملون على ترسيخ هذه المبادئ وهذه القيم وهذه القوانين إلى أن وصلنا الآن إلى وجود هذا الدستور. يا أمه لازم نذكر دائما لما نسمع الدستور، هذا الدستور الذي وقف ميتران وقال نحن ندافع عن الكويت لأن دولة لديها دستور ولديها شعب ولديها نظام
نظام حكم راسخ وثابت. إذا أستاذ حسين، يعني بناء على كلامك، يعني عقب الاستغلال بدأ التفكير في وضع دستور دائم للبلاد وكذلك رسم خارطة الطريق للعمل البرلماني. من وجهة نظرك ليش الحرص على يعني هاتين خطوتين بالذات؟ شوف، كل الدول يعني هذا لما تصير عندك دستور، هذا الدستور يدعو إلى ترسيخ قواعد، وهو القوانين، والقوانين لا يمكن أن تصدر هكذا إلا وجود مشرعين. هذا المشرع اللي هو احنا نسميه مجلس الأمة. وجود المجلس الأمة ضروري جدا لإصدار، لأن الدولة ما تطلع تشريعات، التشريعات يصدرها مجلس الأمة ويراقبها. وبالتالي أن المجلس دوره شنو هو؟ إصدار التشريعات ومراقبة هذه التشريعات وفقا للدستور الكويتي. وفقا للدستور الكويتي. وبالتالي طبعا لا يمكن يصدر قانون أو يصدر أي شيء خارج الدستور، لأنه وبالتالي يعتبر ساقط. وبالتالي شوف محاكم الدستورية لما الدولة تطلع أي قرار أو شيء هذا قرار مخالف للدستور أو غير دستوري، فبالتالي يسقط هذا القرار. فبالتالي إحنا جينا عملنا خلال الفترة هذه، ركزنا على يعني ترسيخ قضية الانتخابات، وبدت فكرة الانتخابات وإنشاء مجلس أمة وتفكير في أنت، وبدت مجلس الأمة يعني من 50 نائب اللي هو الدستور حدد عدد الوزراء في المجلس. وبالتالي سوينا هذا الدستور اللي اليوم نتج عنه هذا مجلس الأمة اللي قاعد يراقب ويؤدي دور في الحياة السياسية. وكل الدول العالم ترى تحترمك إذا أنت عندك ثلاث أشياء أساسية: عندك دستور، عندك نظام حكم، وعندك صحافة حرة، وعندك مجلس أمة. هذه القواعد الأساسية اللي دائما الدولة تقوم عليها. نتكلم عن الديمقراطية أستاذ حسين، يعني في الكويت يعني أن تعتبر نموذج في فرض الديمقراطية في الكويت. نتكلم عن هذه النقطة بشكل واضح. إحنا يعني خلينا نقول، أنا دائما كثير من سفراتي في ممات برا أكون يعني كل ما أقابل أي إنسان معجب بالديمقراطية الكويتية، معجب بحياة الديمقراطية، معجب بالمواطن الكويتي اللي مارسه. يعني دائما يقول معقولة هذا الأطفال واقفين في أمام مقرات الانتخابية ويوزعون بروشور وكذا؟ هذا قاعد إحنا نكرس فيهم ثقافة الديمقراطية، الديمقراطية الحقيقية، الديمقراطية العدل السنة اللي فيها يعني بناء بلد يعني. وبالتالي إحنا في هذا النظام الديمقراطي ماشيين مفخرة لنا. لو تروحون أي مكان شو وأنتوا عندكم حريات، عندنا. وهذا النظام الديمقراطي هو أعطانا حرية الصحافة، أعطانا يعني أن نتكلم في قضايا كثيرة في مختلفة. وبالتالي مفخرة لأي كويتي يروح أي مكان إلى أي دولة يجد أنه يحسدون على الديمقراطية، يعني معود خلينا نقرأ عليهم معوذاتهم عشان يحسدون على الديمقراطية، لأن هو هذه قوة الكويت، قوتها في ديمقراطيتها، قوتها في نظامها الحكم، يعني نظام الحكم الموجود فيها، هي المميزة. هنا ترى مو قضية فلوس، كل الناس عندها فلوس، ها؟ كل الناس عندها نفط، لكن مو كل الناس عندها دستور وعندها نظام حكم مستقر وعندها مجلس أمة. وبالتالي هي هذه هي الفلسفة اللي احنا بروحي برا الكويت وشوفي شلون قاعد يتكلمون عن الكويت. أنا قبل أجي هني كان عندي مقابلة في الهواء في سلطنة عمان في ذات الجمعة. شوف العمانيين شلون محتفلين مستانسين، شلون يقدرون المواطن الكويتي، شلون يقدرون أغنيتين مألفين. يعني حتى الدكتور الشيخ سعاد الصباح نحن قصيدتها نحن باقونا هنا هذا عهد الصبح بصوتها هي. يعني والعلاقات الكويتية العمانية علاقات جدا قديمة وراسخة، وبالتالي مستانسين مألفين أغنيتين عن عيد الوطني. يعني هم جميل، هي يعني كبيرة للشعب يعني العماني. سلطنة عمان حقيقة استانست أنا يعني لما سمعت الأغنية، واستأنس إن قاعد يشيدون في بلدي. لهم شكر أشقائنا في جميع بلدان الخليج. نعم، أمانة. نعم، توصياتهم ولاحظنا نذكر هذه في جولتنا الإخبارية إن شاء الله، حرص ومشاركة دول الخليج أفراح الكويت. نعم، صحيح. العيد الوطنية سواء كان سلطنة عمان أو السعودية وقطر والبحرين والإمارات كذلك. صحيح، حفظهم الله. كل الدول الخليجية مشاركين بهذا الاحتفال. طيب سيد حسين، يعني ذكرت أن يفتخر الإنسان أو الكويتي بديمقراطية الكويتية، شنو اللي توجب علينا كمواطنين أن نفتخر دوم لحظة الاحتفال بذكرى الاستقلال؟
يعني احنا شوف احنا لازم نفتخر بهذا النظام الديمقراطيه، ان نلتزم على الاقل بقواعد الدوله، يعني نلتزم بالمحافظه على هذا الدور. اهم شغله مو ان عندك دستور وعندك مجلس امه، اهم شغله ان كيف تحافظ على هذه المؤسسات، كيف تحافظ على بلدك من هذه المؤسسات دون ان تهدمها ودون ان تخربها. وبالتالي صحيح اذا عندك ديمقراطيه ولكن تستطيع ان تهدم بلدك في هذه الديمقراطيه، لا، الديمقراطيه اللي تكون يعني للبناء، ديمقراطيه العطاء، ديمقراطيه الاستقرار موجود. وبالتالي احنا محتاجين هذا الشيء، محتاجين ان يعني نبني بلدنا من خلال التعاون بين السلطتين التشريعيه، وايضا المواطن يعني يسعى الى ترسيخ هذه العمليه ويرسى ترسيخ هالقضايا هذه الموجوده. احنا محتاجين اخوي منصور، محتاجين ان نحافظ على بلدنا كل واحد بطريقته، ولكن دون ان نساعد على لا سمح الله هدم هذه الديمقراطيه اللي عندنا. وهي انا اعتبرها ترى من النعم من الله عز وجل، صحيح الصحه والعافيه والمال، ولكن ايضا الصحه هذا نعمه، الديمقراطيه نعمه واستقرار بلد هو نعمه، نعمتان مجهولتان، الصحه في الابدان والأمن في الأوطان. نعم طبعا أكيد نشيد على هذا الكلام أستاذ حسين. الموضوع اللي الحين يمكن الناس تغفل عنه هو مدى حرص هذا الدستور على سلامة الجميع في هذه الأرض، سواء كانوا من مواطنين ومقيمين على هذه الأرض الغالية. كل الشكر لك، كنت معنا المحلل السياسي الأستاذ حسين عبد الرحمن. يعني نتمنى فعلا أن تكون هذه الأعياد أعياد تستمر دائما على هذه الأرض الطيبة، وكل عام وأنتم بخير. وجود الناس الطيبة طيبين وجودك ان شاء الله تكون نحتفل ان شاء الله دائما الكويت اعياد ان شاء الله. حياك الله. إذن مشاهدينا فاصل ونعود نستكمل بقيه فقره برنامج على مدى الصباح، ودام عزك يا وطننا.